جامعة ظفار. هذا الصرح العلمي تم إنشاؤه بموجب القرار الوزاري رقم 50/2004 ليصبح أول مؤسسة تعليمية جامعية أهلية في السلطنة. ومنذ إنشائها تقوم الجامعة بمسؤولياتها الاجتماعية تجاه تعزيز المقومات المحلية من خلال تلبية التطلعات التعليمية ذات الجودة لأبناء المنطقة وتوسيع الآفاق إلى ما وراء الحدود الإقليمية والوطنية. وتم افتتاح الحرم الجامعي الجديد في عام 2010 وفق معايير عالمية من حيث التصميم والخدمات. وتسعى جامعة ظفار لتحقيق رسالتها والتي تتبلور في تحقيق التميز في التعليم والبحث العلمي وخدمة المجتمع في بيئة تعليمية منفتحة تشجع على الإبداع والابتكار وتحصيل أحدث المعارف المهنية. وتتلخص أهداف الجامعة في ضمان التميز الأكاديمي في جميع المجالات والتخصصات التي توفرها الجامعة وتمكن الطلاب من استكشاف قدراتهم واستغلال كل الفرص التعليمية التي تقدمها جامعة ظفار من أجل تطوير إمكانياتهم الفكرية. وتعد جامعة ظفار أول جامعة في السلطنة تحصل على الاعتماد المؤسسي من الهيئة العمانية للاعتماد الأكاديمي. وتضم جامعة ظفار 4 كليات تقدم من خلالها حوالي 50 برنامجاً أكاديمياً في مختلف التخصصات الأدبية والتقنية والعلمية والهندسية، تتوزع على برامج الدبلوم والبكالوريوس والماجستير. وكذلك تمتلك جامعة ظفار برنامجاً تأسيسياً على أعلى المستويات والذي يضم المقررات الإنجليزية والرياضيات وتكنولوجيا المعلومات. وتحتوي جامعة ظفار على العديد من المرافق المتنوعة، حيث تعد مكتبة الجامعة أحد الركائز الأساسية للعملية التعليمية، حيث تحتوي على الكتب والمراجع والدوريات والمصادر الإلكترونية، حيث توفر أكثر من 33,000 كتاب ومرجع ورقي، هذا فضلا عن توفير أكثر من 250,000 كتاب إلكتروني و5,100 دورية إلكترونية وأكثر من 100,000 رسالة جامعية إلكترونية. كما تقدم خدمات الإرشاد والإعارة والحجز وغيرها إلى جميع روادها. وتضم الجامعة 4 مباني في الحرم الجامعي للطالبات القادمات من أماكن بعيدة للدراسة، حيث توفر الجامعة لهن أماكن إقامة مجانية مفروشة ووسائل نقل محلية. كما توفر الجامعة خدمات الأمن والإشراف على الطالبات، كما يتم توفير خدمات صحية على مدار 24 ساعة، كما يضم السكن بين جنباته صالة رياضية والعديد من المرافق الخدمية الشرائية.